ملابسات هذه الحادثة وما أثبت التقرير الطبي الأخير؟ مساء النور على حضرتك وعلى حضرات الأخوة المشاهدين. الحقيقة البارحة يوم ليلة الخميس يوم 8/8/2024 تلقينا بلاغ بحدوث حالة وفاة في إحدى المستشفيات الأهلية في محافظة بابل. شكل فريق تفتيشي من قبل دائرة الصحة وبتوجيه من السيد المدير العام لدائرة صحة بابل، وتوجهنا وكان فريق التفتيشي برئاستي، أنا كان في قسم التفتيش وأعضاء أطباء وأساتذة ومنتسبين في قسم التفتيش لهذه المستشفى لبيان والاطلاع على حيثيات والأوليات لهذه الحالة اللي صارت حالة الوفاة في هذه المستشفى. طيب، أنتم تتعاملون مع أوراق وتقارير طبية، تعلم يا دكتور أن الأنباء الواردة هي انقطاع التيار الكهربائي داخل هذا المستشفى أثناء أجراء العملية الجراحية. ما الذي يميز ما إذا كان التيار الكهربائي لدى انقطاعه قد تسبب بمضاعفات لتلك المريضة؟ نعم، هي واحدة من البلاغات اللي وصلتنا بأنه سبب الوفاة أنه صارت انقطاع التيار الكهربائي، وأنه هو كان السبب الرئيسي بالوفاة. احنا نروحنا طلعنا على الأوليات وطلعنا على أخذنا إفادة السيد مدير المستشفى الأهلي والعاملين في العمليات والمعاون الإداري بالمستشفى، وكذلك تم سحب الأوليات وطابلها وتوثيقها، وكذلك توثيق إفادة الموجودين. اللي صار انه حسب ما بلغنا، هذا طبعا هذا تحقيق اولي، بس التحقيق موسع بهذا الموضوع كمان، انه طفت الكهرباء الوطنيه وهي كهرباء المولده. اكو حسب فتره بين يعني حوادي يعني تشغيل المولدات، اعتقد هو حد اللي اتهمنا الباحه واللي راح نطلع عليه بالتفاصيل والقسم الهندسي راح يطلع عليه، انه الكتروني، يعني اذا تاخذ فتره تحشيش ثواني تشتغل. طلعنا طفت الكهرباء الوطنية واحدة في الكاب 10 ثواني أو أكثر أو أقل من المستغرب. فاللي صار إنه طبينا في الصالة وطلعنا عليها لاحظنا وجود أجهزة يو بي إس، إنه الأجهزة في الصالة مستمرة بالعمل، يعني ما تتأثر بانقطاع التيار، والتيار اللي انقطع هي فترة التجديد بين الوطنية إلى المؤسسة.